اشتريت سيارة من التداول، واشتريت طيارة من التداول، واشتريت بيت فخم، بتكون قناته كلها مقالب ومسخرة. فجأة بتتحول قناته لمحتوى تعليمي هدفه انه يربحك وهدفه انه يغير لك حياتك. هون انت يا معلم بتجيب كل المصاري اللي حوشتهم بحياتك، ممكن تبيع الذهبات، تبيع بيتك، وممكن تاخد قرض. حالات كتير من الواقع انا تواصلوا معي صار معهم هالامر هذا، وفجأة بتنصدم بالواقع، بتنصدم انك مصيدة، ضحية لهذا الشخص يلي فجأة تحول من بلوجر او من يوتيوبر بيعمل مقالب وبيعمل مسخرة، تحول لأستاذ في التداول عم بيعلمك شيء بيسمى التداول لكن هو النصب بالحقيقة. كل هدفه انه يوقعك بالمصيدة، بيستأجر بيت وبيستأجر سيارة حتى يصور فيهم كم فيديو، وبيخبرك انه هو فعليا تغيرت حياته من التداول، وبيقعد بيدخلك بالتداول من باب الخيارات الثنائية وبيشرح لك عنها يلي هي اساسا ممنوعة بامريكا وممنوعة بعدد من الدول الاوروبية. كتير ضحايا وقعوا بهالموضوع هذا، مشان هيك حبيت اعمل هالفيديو ووعي، خصوصا انه في كتير يسمى مشاهير بعد ما هو كان كل محتواهن شوية مسخرة وشوية مقالب، تحول محتواهن لمحتوى تعليمي. بعد النجاح الكبير يلي حققوا هذا الفيديو اكثر من 300,000 مشاهدة، كتير تعرض لحملات بلاغات هالفيديو هذا، لكن انا ما زلت مستمر بانتقاد هذا النوع من التداول. بيوعدك بالأرباح الخرافية من التداول، بيوعدك انه يغير لك حياتك. هو فعليا عم بيحقق ربح ضخم، لكن مو من التداول، عم بيحقق ربح ضخم من منصات خيارات ثنائية من العمولة. يعني اذا 100,000 شخص شافوا الفيديو الخاص فيه، 1,000 شخص فقط حب يدخل يجرب مجال الخيارات الثنائية. من هال1,000 شخص 700 منهم اتصفوا او تسكر حساباتهم، انتهى رصيدهم، خسروا بالصفقات، كل المبلغ اللي شحنوه خسروه. هون رح يكون مكسبه أكتر لأنه رح ياخد عمولة. يعني أنت شحنت $1,000 حبيت تجرب الخيارات الثنائية وخسرت هاي $1,000، هو رح يطلع له نسبة من المنصة، نسبة من المبلغ يلي صفيت فيه. كتير أنا إجاني عروض ترويجية لمنصات خيارات ثنائية، ومن ضمن الأمور التحفيزية اللي بيقدموها هو النسبة من المبالغ يلي بيخسروها أصحاب الحسابات، وهو بيكون عم يتداول بحساب تجريبي وتاركك أنت تصارع وتجرب المسمى التداول عن طريق الخيارات الثنائية. هو شيء بيشبه التداول لكن حتى النصب تكتمل سموه التداول. لا تهتم بالسيارات ولا تهتم بالمظاهر ولا تهتم برزمة الدولارات يلي أثناء تسجيل هذا الفيديو بيتباهى انه هو طلعها بصفقة واحدة بس. أكتر شيء شاطرين فيه انه يشتروا دولار فيك ويصوروه على الكاميرا، لكن انه يظهر لك نتائج وإحصائيات حسابه الحقيقي، تقدر ترجع لآخر فيديو وتشوف نتائج حسابي الحقيقي أنا اللي أظهرت لك إياها بكل موضوعي. ما وعدتك $100,000 الدولارات، خبرتك تقريبا هاي هي نسبة الربح حسابي الحقيقي، وهي الصفحة ما تظهر إلا الحسابات الحقيقية. التداول اللي نحن بنحكي فيه بقناتنا الحمد لله، ونحن أساس قناتنا هي قناة تداول وليس كانت محتوى تاني ودخلنا على المجال. للأسف هدول الأشخاص بيشوهوا لسمعة المتداولين، نحن متداولين من 8 سنوات، هدول الأشخاص بيشوهوا سمعة المتداولين، وبيصبح أي شخص بينظر للمجال إنه هو نصب واحتيال. الخيارات الثنائية صناع السوق فيها هن أصحاب المنصة نفسهم، بتتحرك السعر على حسب حجم البائعين والمشترين، بيصير اختلال بالسعر إذا حدث ترجيح كفة المشترين على كفة البائعين، بيصير اختلال بالسعر لثواني، لأنه هو الوقت هو العامل الأساسي لربحك أو خسارتك داخل السوق. الثواني ممكن تفرق معك، وبالتأكيد أنت ما رح تلاحظ اختلاف الثواني على السعر بين الأسواق العالمية وبين المنصة اللي أنت فاتحها. نعم التداول فيه أرباح، لكن بحاجة لتعلم وصبر ودخوله من الطريق الصحيح. التداول سواء بالأسهم أو بالكريبتو أو بالفوركس مبني على التحليل الأساسي، تحليل الفني، وأيضا بيأثر فيه الأخبار بشكل كبير، وما في شيء بيقلك أنه خلال دقيقة أو دقيقتين تتوقع الهبوط أو الصعود، ومصلحة هالمروجين هي خسارتك لحسابك وليس ربحك. التداول حلو طالما أنت عم تتعلم الأساسيات، طالما أنت أخده مهنة، أخده بشكل جدي، داخله من الباب الصحيح، عم تجرب بأموال وهمية أول شيء، بعدها أنت بتدخل أموال أنت مالها لازمتك على المدى القريب، وإذا خسرتها ما رح تأثر على حياتك. أموال زايدة عن حاجتك أنت بتوفرها، وهون بيكون مصدر دخل التداول هو مصدر دخل ثانوي لحتى تحترف بالتداول، وممكن يصبح مصدر دخل أساسي مثل يلي صار معي. أنا وصلت لمرحلة تداول أصبح مصدر دخل أساسي بحياتي. طول ما الطماع موجود أكيد النصاب بخير،
انتبه صديقي، لا تكون ضحية، اتعلم مجال التداول، خليه كمهنة، جرب بأموال وهمية، ما تدخل كل أموالك في التداول، وتداول بحذر. ولا تنسى إذا عجبك الفيديو تشترك بالقناة، فعل زر الجرس حتى يوصلك الجديد. إذا حابب تحصل على توصيات مجانية، أماكن دخول أماكن خروج، كان ربحنا بفضل من الله 5000 نقطة، شاركنا بعض الصفقات على المجموعة العامة خاصة بالفوركس. وما تنسى إذا حابب تحصل على توصيات مجانية، رابط منصة إكسنس من أفضل المنصات بالشرق الأوسط، راح تشوفه بالوصف وراح تشوفه بأول تعليق. إلى اللقاء.